شكرا 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 واهلا وسهلا واهلا وسهلا بيكم في من سيربح البنبون. في ناس بتقول ان عالم الطفل عالم غريب، لكن مما لا شك فيه انه اكيد عالم ممتع وجميل. في ناس بتقول لو شبهنا يعني ان مخ الطفل ده عامل زي التلاجة. بمعنى ايه زي التلاجة؟ بمعنى ان ممكن يكون في حاجات كتير جدا لكن ملهاش علاقة ببعض، وممكن يكون مخه في نفس الوقت عامل زي الفرن او البوتاجاز بيسخن بسرعة جدا. انا من رأيي ومن رأي ناس تانية بتأيدني ان مخ الطفل عامل زي الكمبيوتر بالظبط، مليان حاجات كتير جدا جايز عايزة تترتب او جايز عايزة حد يقعد يدور وينغبش عشان يعرف ايه اللي جواها، وده اللي احنا ان شاء الله هنحاول نوصله ونعرفه في البرنامج بتاعنا. حصلش حاجة. معانا النهاردة 5 أطفال متسابقين هنتعرف عليهم حالا من الأول اليمين كده. فرح، آسف، حسام، يوسف، وأخيرا فريدة. مبدئيا كده عايز أقول لكم حاجة، ومبدئيا معناها يعني عشان ممكن تكون كلمة كبيرة شوية عليكم يعني في الأول. أيوة أنتوا عرفتوا أنا عايز أقول إيه. في الأول هسأل سؤال إحنا بنسميه في حلقتنا سؤال السرعة، وسؤال السرعة مش معناه إن أنا هقوله بسرعة، لكن معناه إن أنا هقوله وأنتوا تجاوبوا عليه بسرعة. اتفقنا؟ دلوقتي هنسأل سؤال السرعة. كم عدد السماوات 7؟ 7. فريدة اتفضلي. فريدة ازيك؟ كويس. طب انا طالب منك طلب. ايه؟ تعلي صوتك. طيب. اتفقنا؟ طيب. لا قولي طيب. طيب. اوكي. عايز بقى اعرفك الاول البرنامج بتاعنا واعرف المشاهدين بيتفرجوا علينا، البرنامج بتاعنا عباره عن ايه؟ اوكي؟ احنا عندنا 12 سؤال. ال 12 سؤال دول احنا مقسمينهم كده 4 اسئله واربع اسئله واربع اسئله. اول 4 اسئله لو انت جاوبتي عليهم هتاخدي موبايل. تاني 4 اسئله لو جاوبت عليهم هاخد بلاي ستيشن. وتالت 4 اسئله لو جاوبتي عليهم كمبيوتر. كمبيوتر، تمام. يبقى انت عارفه المسابقه كده. تمام. في حاجه بقى انت مش عارفاها. ايه؟ لو اتزنقتي في سؤال ومعرفتيش اجابته هتعملي ايه؟ عندك 3 حاجات. يا اما تسالي ماما. هو مين جاي معاكي، بابا ولا بابا وماما؟ الاثنين موجودين. يبقى اول حاجه ممكن تسالي بابا وماما. تاني حاجه لو اتزنقتي في سؤال ومعرفتهوش برضو ممكن تقولي لي السؤال ده انا مش عارفاه غيرهولي، اقوم غيرهولك. اوكي؟ بس خدي بالك ممكن اغيرهولك فيطلع اصعب من الاولاني. تالت حاجه لو معرفتيش السؤال انا هطلب منك حاجه وانت تعمليها. الحاجه دي بقى ممكن ايه؟ تبقى نكته، تغني، تعملي حاجه كده يعني تبسطي. اتفقنا؟ نبدا المسابقه. مستعده؟ 1 2 3 السؤال الاول. قولي لي انت عندك اخوات؟ مين ومين؟ واحده بس. واحده بس؟ طيب وماما عندها اخوات؟ 3. طيب اسمهم ايه؟ جمال. جمال؟ هاله. وهاله؟ وهبه. وخالتك بقى يعني. طب انا عايز اعرف انت لما بتيجي تنادي لهبه بتقولي لها يا طنط هبه ولا بتقولي لها ايه؟ هبه. طب انا هفترض معاكي حاجه. ماشي. اصل انا عندي يعني انا عندي خاله بس بقول لها يا خالته، ما بقولهاش كده على طول يا فلانه. ها؟ فانت دلوقتي هفترض ان خالتك ما اسمهاش هبه، اسمها ايه؟ خيريه. هفترض ماشي ان خالتك اسمها ايه؟ خيريه. ايه؟ خيريه. لا بصوت عالي. خيريه. خيريه. السؤال الاولاني بقى هتقولي لها يا طنط خيريه ولا خيريه حاف ولا يا خالته خيريه ولا يا عم خيري؟
بعد اللي انت قلتيه ده كله؟ خيريه، هقول لك خيريه. تقولي لك خيريه حاف؟ ده رايك يعني؟ مش هقول لك خيريه. خيريه، طيب انا هحسب لك ان الاجابه صح وهتقولي لها خيريه، لان انت بتقولي اصلا لخالتك يا هبه. اوكي؟ فهنقول ان الاجابه صح. السؤال الثاني، ابن الاسد، ابن الاسد احنا بنسميه الشبل ولا الهر ولا كمال الاسد ولا الخلدون؟ الشبل. ايه ده، برافو برافو عليك يا فريد. دلوقتي انت خلصتي سؤالين، يعني فاضلك سؤالين كمان وتبقى عدينا المرحله الاولى، يعني ممكن تكسبي موبايل. فعايزك تركزي جامد جدا في السؤالين اللي جايين. دلوقتي هنخش على السؤال الثالث، مركزه؟ انا هقوله باللغه العربيه ولو ما فهمتهوش قولي لي لا، بسطهولي شويه. يصلي المسلم الكبير 5 صلوات في اليوم الواحد، فكم يصلي المسلم الصغير؟ 3 صلوات ولا 4 صلوات ولا 5 صلوات ولا 7 صلوات؟ 5. برافو عليك يا جماعة، صح. عارفة فريدة؟ أنا ما كنتش متوقع إنك تجاوب على السؤال ده خالص، لأن أنا قلته باللغة العربية، فواضح إنه بعد كده أنا هقول لك كل الأسئلة باللغة العربية. ماشي؟ فاضل سؤال واحد. فاضل سؤال، أنت بص على الموبايل، منشنة على الموبايل أنا عارف. طيب. لا مش منشنة. لا ما أنت مركزة في الأسئلة أهو. نقول السؤال الرابع؟ السؤال الرابع، اللي اخترع المصباح الكهربائي، اللي اخترع اللمبة، مصباح الكهربائي، هل هو يعني انا هقول لك الاربعه وانت تختاري منهم واحد، اللي اخترع اللمبه، توماس اديسون ولا توماس لامبادير ولا توماس مش اديسون ولا جوزيف اديسون؟ وعندك 3 حاجات ممكن يساعدوك، بابا وماما. طب انا هقول وهي ماما هتركز معايا الإجابة الصح رقم كام وتقول لك الرقم. 1 توماس أديسون، 2 توماس لامبادير، 3 توماس مش أديسون، 4 جوزيف أديسون. أول واحد. نمبر 1، رقم 1، برافو صح والإجابة صح. قولي لي بقى أنتِ بيدلعوكي يقولوا لك إيه؟ فرفر. مين؟ فرفر. فرفر؟ انت فرفرتي اصلا من الاجابه، واضح. فرفر، حلو اسم فرفر. طبعا احنا عدينا المرحله الاولى، اللي هم 4 اسئله، فبكده يبقى انت كسبتي موبايل. تمام؟ خدي بالك لو كملنا وصلنا حلينا الاربعه اللي بعديهم هتكسبي بلاي ستيشن. طب انت عايزه موبايل ولا بلاي ستيشن؟ الاثنين. ما ينفعش، لازم تختاري حاجه، يا الموبايل يا البلاي ستيشن يا الكمبيوتر. بلاي ستيشن. عايزه البلاي ستيشن. طيب يبقى انت عند السؤال الثامن واخلعي. ايه رايك؟ طيب السؤال الخامس، قائد تاريخي شهير اسس مدينه الاسكندريه. ده السؤال، انت بتروحي اسكندريه؟ طب اشرح لك السؤال؟ يعني مثلا شفتي الديكور اللي احنا قاعدين فيه ده؟ في مهندس هو اللي عمل. اوكي؟ في واحد بقى هو اللي عمل اسكندريه. هقول لك 4 اسماء وتختاري واحد منهم. هل هو سمير الاسكندراني؟ الاسكندر الاكبر؟ اسماعيل الجوسقي؟ صمويل اسكندر؟ صمويل اسكندر. فكري. اقولهم لك تاني؟ الراجل اللي بنى اسكندريه، يعني ربنا يكرمه يا رب.
سمير الاسكندراني ولا الاسكندر الاكبر ولا اسماعيل الجوسقي ولا صمويل اسكندر؟ قدامك وسيلتين، يا اما تقولي لي غير لي السؤال، يا اما تقولي لي نكته مثلا. تختاري ايه؟ اغير ولا تقولي نكته؟ اغير. تغيري؟ تغيري السؤال؟ ممكن يطلع اصعب. ما يطلع مش مهم؟ انت مجازفه يعني. يعني ايه مجازفه؟ معرفش. ما بتقولي ليه؟ انا مش مجازفه. انت مش مجازفه؟ مجازفه يعني ما بيهمكيش. طيب انا هغير لك السؤال. معايا فريده؟ حاجه بنستخدمها علشان تخلي ريحتنا حلوه. الشوكولاته، البخور، الصابون، العطور. صابون؟ الايه؟ صابون؟ لا اسمعيني، انت واضح انك مش سامعاني. الشوكولاته ولا البخور ولا الصابون؟ صابون؟ الايه؟ انت بتقول صابون. انا بقول الصابون. انا بقول الصابون. الصابون. الصابون، الصابون بتاع الدش والبانيو والليفة. الصابون ولا العطور؟ عطور. العطور. عطور. ليه؟ عطور. العطور صح، إجابة صح. هنرجع للأسئلة اللي بتطلع لي هنا وهنخش على السؤال اللي بعديه. مين هو اللي بنى الهرم الأكبر؟ عثمان أحمد عثمان ولا حسن علام ولا الفرعون خوفو ولا حسب الله الكفراوي؟ من غير ما تبصي عند ماما خلاص، يعني مش دعوة بماما. خوفو. مين؟ الفرعون خوفو. الفرعون خوفو. انت ساكنة فين؟ هرم. عشان كده. برافو عليكي. وهنخش على السؤال اللي بعديه. واضح ان انت هتكملي الاسئله لغايه ما تخرجي بره المسابقه خالص. السؤال اللي بعديه. اول معركه بحريه اسلاميه. معركه ذات الصواري، ذات الاربع، ذات النطاقين، ذات الشخص. ذات النطاقين. ايه؟ ذات النطاقين. يعني ايه بقى ذات النطاقين؟ يعني فاهميني. معرفش. انت جاوبتي، انت كده بتخبطي اي حاجه. لا. امال ايه؟ عشان ما سمعتش كويس. هعلي صوتي. اول معركه بحريه اسلاميه. بحريه يعني الناس عملوا معركه، حرب يعني، كانت في الميه. اسمها ذات الصواري ولا ذات الاربع ولا ذات النطاقين ولا ذات الشخص؟ ذات الاربع. ايه؟ ذات الاربع. ذات الاربع. هي اجابه غلط، بس برضو ممكن نسقف لك حتى لو غلط، يعني مش مشكله. بس لغايه دلوقتي ممكن تكوني ما خرجتيش من المسابقه. لو عملتي لي حاجه تضحكني وتضحك الناس، يعني نكته. ولازم تاخدي بالك ان دي اخر وسيله مساعده، يعني اخر حاجه ممكن تستخدميها. يعني لو عملتي حاجه وضحكتني والناس اتبسطوا وسقفوا، هنكمل عشان ممكن نوصل للكمبيوتر. ماشي. طيب فكري، ناويه تعملي ايه؟ مره مرة واحد. دي نكتة يعني؟ بقول نكتة. أصل أي نكتة بتبتدي بمرة، فأنت قلتي مرة. طب عايزك أولا تعلي صوتك عشان الناس تسمعك، لأن الناس لو ما سمعتكيش مش هتضحك. مرة واحد كان واقف تحت طيارة، طلب من المضيفة ساندويتش فراخ بكاتشب. قامت المضيفة جايباله ساندويتش فراخ بس من غير كاتشب. قالها فين الكاتشب يا ولاد الكلب؟
يعني دي النقطة اللي ربنا فتح عليها بيكي؟ يعني ما لقيتيش في النكت كلها نكتة غير دي؟ دي نكتة ولا موقف حصل بجد؟ نكتة. دي نكتة؟ دي نكتة؟ طب نكتة تانية لو عندك نكتة تانية بس من غير شتيمة. طيب. قولي نكتة تانية. مرة. مرة واحد. اه. كان حاجز في طيارة في الكرسي التالت. بعد كده عجبه كان في كرسي الأول. هو بقى قعد عليه افتكر الكرسي التالت. فالمضيفة قالت له حاسب عشان في ولد جاي يقع. وبعد كده قال لها لا أنا الكرسي ده عجبني. بعد كده بعد كده إيه؟ بعد كده طيب يا فريدة أنت كسبتي معانا. أنا كان نفسي أوصلك للبلاي ستيشن بس معرفتيش. بس معرفتيش. فأنت كسبتي معانا النهاردة الموبايل بس. الموبايل بس. فتسقيفة كبيرة جدا لفريدة. طيب هتعرفي تنزلي مع الكرسي ولا أجي أنزلك؟ كرسي طويل قوي. مش تعرفي صح؟ ما احنا عاملين كراسي طويلة عشان ما حدش يهرب. دلوقتي وصل عدد الأطفال لأربع أطفال. هنسأل سؤال السرعة بس عايز أفكركم بحاجة مهمة جدا. هسأل سؤال إحنا بنسميه في حلقتنا سؤال السرعة. وسؤال السرعة مش معناه إن أنا هقوله بسرعة لكن معناه إن أنا هقوله وإنتوا تجاوبوا عليه بسرعة. اتفقنا؟ السؤال بيقول في أغنية أولها بيبتدي بتعاليلي يا وزة ولا تعاليلي يا فلة ولا تعاليلي يا بطة ولا تعاليلي يا قطة؟ بطة. بطة. تعاليلي يا ايه؟ يا بطة. بسم الله عليك. آسر. نعم. ازيك؟ الحمد لله. قولي انت اسمك آسر ايه؟ آسر عمرو. آسر عمرو؟ آسر عمرو ايه؟ آسر عمرو رفض. طيب انت فاكر احنا هنعمل ايه وبنعمل ايه؟ اه فاكر. انا هسألك 12 سؤال. اه 12 كل ده؟ اه 12. واشمعنى البنت بقى أربعة؟ البنت اللي فاتت؟ اه هي وقفت لغاية أربعة، عرفت تجاوب على أربعة وما كملتش. أنت لو وصلت معايا إنك تجاوب على الـ 12 سؤال هتكسب كمبيوتر، هي كسبت موبايل. أنا عندي كمبيوتر في البيت. اه يعني مش عايز الكمبيوتر. اكسب اي بلاي ستيشن او موبايل. أوه. بس لازم تجاوب على 8 اسئله علشان توصل للبلاي ستيشن عشان تكسب البلاي ستيشن. انا عارف. عارف؟ وعارف. طيب وعندك مش ناسي طبعا ان أوه. لو في سؤال صعب ولا حاجه هي تسال ماما يا اما تقول لي لا السؤال ده انا مش عارفه غيره لي. ماشي. ده صعب وممكن اغيره لك بسؤال اصعب منه عشان تبقى عارف. يعني لو غيرته يبقى اصعب منه؟ يعني هو انت وحظك. يعني انا الورق اللي معايا ما اعرفش فيه ايه، السؤال فيه ايه، فممكن الاقي السؤال سهل وممكن الاقي السؤال صعب. فلو صعب ممكن اساله على طول. اساله؟ اه ماشي. ولو سهل يبقى حظك حلو وجه السؤال سهل، يا اما تقول لي نكته تقول لي اغنيه، يعني انت ومزاجك. ماشي. ماشي؟ هقول لك نكته. تقول لي نكته. نبتدي؟ السؤال الاول. الفصل الذي تسقط فيه اوراق الشجر. الفصل اللي ورق الشجر بيقع من عليه على الأرض. هل هو يعني عندك اختيارات هقولهم لك. الفصل اللي ورق الشجر بيقع فيه، فصل تالتة أول، فصل الربيع، فصل الخريف،
فصل القوات؟ فصل الخريف. إجابة صح. فصل الخريف. طب تعرف تقول لي ايه هم الاربع فصول اصلا؟ الاربع فصول؟ اه مش عارف. اربع فصول السنة؟ السنة. السنة عارف اللي هم ايه؟ اللي هو اصل مامتي؟ لا لا، ده سؤال بيني وبينك يعني، مش في المسابقة. مش عارفها. مش عارفها. انت فصل الخريف ده فصل منهم صح؟ ده اللي بيقع فيه الشجر. اللي بيقع فيه ورق الشجر. اه. وفي فصل الربيع؟ اه. فصل الربيع ده يعني بيقع فيه اربعة بس. بايه؟ بيقع فيه اربعة بس. بيقع فيه اربع ورقات بس. اه. ده فصل الربيع. عشان اسمه الربيع يعني. اه. لا، فصل الربيع ده اللي بيتفتح فيه بقى الورد والورق بيطلع. عارف لما الورق بيقع بيفتح بقى بيطلع بقى ورد. ده فصل الربيع بقى. أيه. ده فصل الربيع. وفصل الشتاء؟ اه. ده اللي بيحصل فيه بيتقطع بقى. فصل الشتاء اللي هو الدنيا ساقعه. وفي اخر فصل اللي هو فصل الصيف. اه. صح؟ في الصيف هو اللي بيتقطع. في الصيف بقى. في الصيف لا، هو ما بيتقطعش غير في الخريف بس. هو مش أيه. بيتقطع، هو بيقع لوحده. عارف. اسالك السؤال اللي بعديه. اللبن اللي احنا بنشربه بنجيبه من التلاجة ولا من الجمل ولا من البقرة ولا من البزازة؟ من البقرة. إجابة صح. برافو عليك. مع ان احنا برضو ممكن نجيب اللبن من التلاجة. ايوه، بس احنا نجيبه من البقرة الاول وبعدين نحطه في التلاجة. يا سلام. وبعد ما نحطه في التلاجة نحطه في البزازة. ايوه صح، ممكن يحصل كده. او ممكن نحطه في الكوبايه. وممكن نحطه في الكوبايه. برافو عليك يا اسر. انا عايز اسالك سؤال تاني بس ملوش دعوه بالمسابقه برضه. اسر يعني ايه؟ يعني ولد. اسر يعني ولد؟ لا، اسم اسر، معنى اسم اسر يعني ايه؟ اسر مش عارف. تعرفش؟ طب ارجوك لما يبقى اسال ماما، بس مش دلوقتي، في البيت يعني. اه. طيب نسال السؤال اللي بعديه. اللي بعديه السؤال الثالث. في واحد اسمه اسحاق نيوتن، ده عالم اسمه اسحاق نيوتن، وقعت على دماغه حاجه وهو قاعد. الحاجه دي فاكهه يعني، في فاكهه كده وقعت على دماغه فاكتشف بيها حاجه. العالم اللي اسمه اسحاق نيوتن ده، البتاع اللي وقعت على دماغه دي بطيخه ولا تفاحه ولا موزه ولا قلقاسه؟ اسال ماما. طب اسال ماما. تفاحة. تفاحة. تفاحة صح، وإجابة مظبوطة. نخش على السؤال اللي بعديه. السؤال رقم ممكن أربعة. بيقولك لو صحيت من النوم وبصيت من الشباك لقيت في حرامي بيسرق الجيران، الجيران اللي جنبك. صحيت انت من النوم بصيت من الشباك كده لقيت في حرامي بيسرق الجيران اللي جنبه، هقول لك اربع حاجات قول لي هتعمل ايه فيهم. ترجع تكمل نوم وتقول يستاهلوا؟ لا. ولا تنزل تقبض على الحرامي بنفسك؟ ولا تخاف جدا وتترعب وتفضل مكانك؟ ولا تصحي بابا عشان يطلب البوليس؟ اصحي بابا عشان يطلب البوليس. برافو صح، اجابه مظبوطه. احنا كده تقريبا خلصنا الاربع اسئله اللي انت كسبت بيهم موبايل، يعني انت لغايه هنا دلوقتي كسبان موبايل. اه. هتكمل معايا؟ لا خلاص كده كفايه. خلاص ايه؟ ماشي اكمل. ايه؟ مش مهم اكمل. متاكد؟ اه خلاص. خلاص، تسقيفه كبيره جدا لآسر. مشكله طبعا انك مش هتعرف تنزل من على الكرسي. انزل. انزل مع رجلك. اه انزل، مالكش دعوه، بس حمل على كتفي وانزل. اتعلق. آه. اسر برافو. سيبه مش مشكله، هم هيشيلوه لك. هقفل. مش مهم يا اسر. وزي ما شفنا كان معانا خمس متسابقين، وقت الحلقه خلص. طلعنا باثنين، وان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه حد يطلع معانا لغايه ما يكسب الكمبيوتر. وشكرا.